أهلا بكم. في تجربتنا لهذا اليوم سوف نعرف كيف يبدو معجون الأسنان وريش الطيور تحت المجهر والمشوق أكثر السائل المنوي البشرية. الكثير من الأشياء المألوفة مثل العنب الداكن يبدو غريب ومذهل تحت المجهر، على الرغم من استخدامنا لعين بسيطة من قشرة حبة العنب وليست لب العنب نفسها. لأول وهلة لا تلاحظ شيئا مميز عند الغوص عميقا وزيادة حجم التكبير لقشرة العنب. سيظهر لنا هيكل على شكل دوائر لنكبرها 400 مرة أكثر. يا للروعة! على الأرجح هذه بعض الكبسولات الخاصة التي تحتوي على أصباغ ملونة، ومن المحتمل أنها المسؤولة عن لون العنب الرائع هذا. وعلى ما يبدو لي فإن هذه الأصباغ الملونة بعضها عبارة عن سائل والبعض الآخر فقاعات غاز. ولمتعتنا التالية سنستخدم الملح ونضع عليه بضع قطرات من الماء. سيبقى على حالته ولن يذوب. نضع هذا الماء المالح تحت المجهر، وفي هذه الأثناء سنقوم بملاحظة التغييرات التي ستحدث. في غضون دقيقة يبدأ الماء في التبخر شيئا فشيئا وتتكاثر فيه بلورات صغيرة من الملح. عمليات مذهلة، يبدو كأنها خرجت من العدم. قمنا بتسريع الفيديو لملاحظة العملية بشكل أوضح، لكن في الواقع استغرقت هذه العملية أكثر من نصف ساعة. النتيجة غير متوقعة، إن البلورات تنمو إلى أحجام كبيرة جدا، وبعضها يتضخم حجمها لتصل لحجم أكبر من بلورة الملح المعتادة. شكلها يذكرني بالظرف الورقي، لذلك يمكنك أن تستمتع بالقيام بمثل هذه التجربة ورؤية بعض النتائج حتى بدون الاستعانة بمجهر. نحن لا نقف مكتوفي الأيدي، بل نركب عدسة إضافية تزيد من كفاءة المجهر، والتي ستفسح المجال لمزيد من الفرص لإجراء تجارب أخرى. ما رأيك في هذه الأشياء؟ لا، ليس كما تعتقد. هذه ليست مجلات، هذه تسجيلات الفينيل لنقل أقراصا من الماضي. اعتاد الناس الاستمتاع إلى الموسيقى من خلال هذه الأقراص وليس بواسطة هواتفهم الذكية. يتخلل هذه الأسطوانات مئات الأسطر غير المنتظمة، وهي المسؤولة عن إصدار الموسيقى. انظر لهذه الشقوق والأسطر العشوائية، تشكل اهتزاز معين فتصدر أصوات موسيقية. هنا أخذنا سجلا مكسورا لتصبح هذه الشقوق واضحة تماما. لسوء الحظ ليس لدينا جهاز خاص لتشغيل القرص عليها، ولكن لدينا حيلة تمكننا من تشغيل القرص والاستمتاع بالموسيقى. لنصنع مخروطا من الورق ونثبته بدباسة، وباستخدام دبوس كهذا نقوم بتثبيت المخروط على شمعة. وباستخدام إبرة خياطة ندخلها في نهاية المخروط بهذا الشكل، بعد ذلك نحضر مفاكا قطره مناسب لفتحة القرص ونثبته عليه بإحكام. نضع الإبرة على اللوحة ونبدأ في تدوير مفك البراغي ببطء. هل تسمع؟ إنها تعمل! أستطيع بوضوح سماع بعض الأغاني الفاخرة من الستينيات، يبدو أنها من الموسيقى الهيب هوب. لذلك إذا كان لديك تسجيلات فينيل قديمة، يمكنك مفاجأة أصدقائك بهذا العرض الموسيقي المصنوع يدويا. تنظيف أسناننا عادة نقوم بها يوميا، لذا نحتاج إلى فرشاة أسنان ومعجون، حيث لا غنى عنه في تنظيف الأسنان. دعونا نعرف لماذا نقوم باستعمالها. عند وضعه تحت المجهر نلاحظ هذه الجزيئات الزرقاء، وهي الصبغة التي تعطي لون لمعجون الأسنان. أما هذه الدوائر الضخمة عبارة عن فقاعات هواء متناهية الصغر التي غالبا ما تظهر في مجال الرؤية. لا عليك منها، لكن المكون الرئيسي لمعجون الأسنان هو هذه الجزيئات الدقيقة التي تتغلغل بين أسنان الفرشاة وتزيل كل الأوساخ العالقة في أسنانك. بالمناسبة، هذه فرش الأسنان الرقيقة من قرب كما أظهرناها سابقا، لذا نصيحتي لكم هنا اغسل أسنانك في الصباح والمساء إذا كنت لا تريد الاستلقاء على كرسي طبيب الأسنان. وها هو الهدف الذي شاهدتم الفيديو من أجله.
نعم، إنه سائل المنوي البشرية. لقد بذلنا الكثير من الجهد والوقت للعثور على هذه المادة الحيوية. تم توفيره لنا من قبل أحد المشاركين في القناة على حد قوله. يمكنه الوصول إلى المخزن الكبير من هذه المادة المدهشة. للوصول إلى هنا استغرق الأمر رحلة طويلة إلينا عبر العديد من الأميال والمدن. إنها لحظة الإثارة والحماس. نضعها بعناية تحت المجهر، لكن الغريب أن لا شيء يتحرك هنا. أعتقد أننا عثرنا على شيء يتحرك. هل هي أسماك صغيرة؟ هل تراهم؟ إنها الحيوانات المنوية، تبدو حرفيا مثل الأسماك التي تتوق للوصول إلى بويضة الأنثى. يسبح الملايين من هذه الضفادع الصغيرة داخل كل ذكر بالغ، التي بدورها تسعى جاهدة للتحرر في سبيل محاولة إنجاب حياة جديدة. وللأسفل هذا البيض لا يتوفر لدينا، لذا سيكون من الرائع أن ترسله إلينا ونعرضه في أحد الحلقات. الجميع سبق له رؤية الحمام، ولأجل إعداد فيديو اليوم كان علينا أن نسرق ريشة من الحمام، ولحسن الحظ عثرنا عليها بالقرب من منزل صغير للحمام، وبذلك تخلصنا من الشعور بالذنب لقطع ريشة. وعندما وضعناها تحت المجهر بدرجة تكبير عادية، اتضح لنا أنها ليست بهذه البساطة الظاهرة. قمنا بتكبير الصورة أكثر، والآن يمكننا أن نرى بوضوح أن كل ريشة صغيرة تحتوي على مئات الريش المجهرية متناهية الصغر. تحب جميع الفتيات طلاء أظافرهن وحتى بعض الرجال، لذلك قررنا اليوم وضع إحدى هذه العينات تحت المجهر. كنا مهتمين بهذا اللون المعدني المتواجد في طلاء الأظافر، اتضح أنه يلمع بفضل هذه القطع الصغيرة البراقة والتي تملأ تقريبا كل الطلاء الشفاف، حتى أن بعضها سداسية الشكل. أتساءل كيف قاموا بتقطيعها بمثل هذه الأحجام. دعونا نلقي نظرة على الفراولة، تمكنا من العثور عليها في متجر حتى في فصل الشتاء. هنا هذه البذور الصغيرة التي نراها على سطح الطاولة، إنها ليست سوى بذور يمكن أن تنمو منها شجيرات الفراولة الجديدة. علاوة على ذلك يمكنك رؤية أن هناك جذورا صغيرة قد نمت من هذه البذور، ولكن هذا ليس كافيا لها لكي تنمو، لأنها ما زالت على سطح الفراولة، وهم مساعدون بالفعل للدخول إلى الأرض لتخرج نباتات جديدة. لكن بينما لا تزال هذه البذور على الفراولة، فإنهم يأخذون طاقة من لبها للحصول على طعام. هنا قمنا بفصل أحد هذه البذور لنستكشفها تحت المجهر، وعند فتحها بدت كأنها فاكهة صغيرة. عند مضغها كانت نكهتها تشبه المكسرات، فهي ببساطة صغيرة، وهذه الكمية لا تكفي لمستقبلات لسان الإنسان لالتقاط هذا الطعم. حلق في فضاء خيالك واكتب في التعليقات ما يمكن إظهاره أيضا تحت المجهر، لأن كل ذلك حقا مثير جدا للاهتمام.